السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل من الجميع الصلاة يا رب، وفقنا لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة، وارزقنا يا مولانا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب الكرام، حديثنا اللحظة عن موضوع يفقهنا في ديننا ويعلمنا الشريعة والعقيدة ويعلمنا أصول الدين. فموضوعنا هو بيان أصول الدين من خلال حديث جبريل. ما هو حديث جبريل المشهور عند المحدثين وعند الفقهاء؟ هو حديث يلخص أن سيدنا جبريل عليه السلام، وهو ملك، سيحضر إلى المدينة المنورة وسوف يظهر بمظهر إنسان، يلبس لباسا جديدا وأنيقا، ويدخل إلى المسجد النبوي الشريف، يجد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم متحلقا حوله صحابته، ويذكرون الله تعالى ويحرصون على فقه الدين. فأراد أن يعلمهم أصول الدين، يعلمهم أصول العقيدة وأصول الشريعة، أصول الإسلام وأصول الإيمان وأصول الإحسان، ويبين لهم البعث والنشور وعلامات الساعة. فهذا الحديث النبوي الشريف المتفق عليه، الذي أخرجه الشيخان الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، ويرويه أبو هريرة رضي الله عنه برواية، ويرويه سيدنا عمر بن الخطاب، جاء فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: عجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. فقال سيدنا عمر: عجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل: يا محمد، فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دوما سيدنا عمر يقول: عجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل: يا محمد، فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم.
إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث النبوي الشريف يسمى حديث جبريل مشهور، وأنا أطلب من السادة المستمعين والأحبة المتتبعين أن يحفظوه عن ظهر قلب، لأنه حديث سهل الحفظ وعميق المعنى، فيه بيان لأركان الدين. أركان الدين كثيرة ومتعددة، فالدين هو إسلام وإيمان وإحسان، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم صحابته الكرام ومن خلالهم نحن معهم كل المسلمين في كل زمان ومكان، أراد أن يعلمهم حقيقة الدين. احتاج الأمر لأهميته أن ينزل جبريل عليه السلام على سورة رجل ويحاور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوار المدهش في محضر الصحابة، والصحابة يسمعون ويرون ويتلقونه مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. هذا وحي تلقاه النبي والصحابة حاضرين كلهم مع النبي الكريم بواسطة هذا الملك لجبريل عليه السلام، حتى يستفيدوا جميعا وتستفيد بعدهم الأمة رحمة من الله تعالى. فالحديث يقول بأن سيدنا جبريل قدم رجل سماه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر. أول حاجة المظهر ديالو يثير العجب، أن جبريل عليه السلام شعره أسود مرجل ممشوط مقاد، ويلبس بياضا لباس بياض أنيق، وهذا علامة غريبة لأنه غريب عن البلد، فسوف يكون مسافر، والمسافر إذا كان يحضر من بعيد لابد أن يكون شعره منتفش وأن تكون ثيابه وسخة أو مهملة، لكن هذا كل كيما بقي أنه جديد، فمن يكون هذا الرجل؟ الغريب في الأمر أنه لما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ سأله فقال له يا محمد. هذه أول أو ثاني مسألة أثارت الغرابة ديال الصحابة، كيف يقول لي يا محمد؟ هذه الطريقة ما كيقولوها إلا العرب أو الأعراب اللي في البادية، من اللي كيسولوا الرؤساء ديالهم كيقولوا بأسمائهم، كيقولوا يا فلان يا فلان، لا يسمونه بلقب فيه تشريف أو تعظيم. كان الأفضل أن يقول يا رسول الله أو يا نبي الله. الصحابة من الأنصار والمهاجرين اعتادوا إذا أرادوا أن يخاطبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه مجرد احتراما وتقديرا، فكانوا يقولون يا رسول الله أو يقولون يا نبي الله. إلا بعض الأعراب الجوفات التي تقدموا إلى النبي يقول يا محمد، كينادوا عليه بهذه الطريقة وهي من سوء الأدب. فتعجبوا، هذا الرجل بين عليه الوقار لابس مزيان وكيقول هذا الكلام، أكيد أنه في مقام رفيع جدا، من يكون؟ وبقى الجواب عندهم خفي. وتابعوا أنه جلس إلى النبي الكريم، وضع ركبتيه عند ركبتيه وأسند يديه عند فخذيه، دار واحد الجلسة دي المسألة. هذا الرجل جاي باش يسول، واقتحم المجلس وجلس بواحد المجلس اللي فيه حضور بالمئات على الصحابة في حضرة النبي الكريم، وبدك يسول فيه أسئلة. أول سؤال قال لي حدثني ما الإسلام. الإسلام معروف، ولكن أراد سيدنا جبريل أن يصحح المعلومة ويؤكدها. الإسلام هو يعم جميع ما أمر الله به وما أمر به النبي الكريم، ويعم ترك ما نهى عنه الله تعالى ورسوله، هذا كله يسمى إسلاما. ربنا قال في القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام يشمل كل شيء. لكن سيدنا النبي أجابه بأصول وأركان الإسلام، لم يجبه عن كل الإسلام ولكن عن أصوله وأركانه، وهي خمسة. فقال لي أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول ركن من أركان الإسلام أن الإنسان يعتقد ويشهد
ليس فقط يقولها بلسانه بل يشهد بها، وكأن العالم كله والوجود يشهد أن لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. وهذه تسمى الكلمة الطيبة ومفتاح الجنة، وأول ما خلق الله لا إله إلا الله. طبعا اللي عنده غير لا إله إلا الله كما بعض الأديان الأخرى يعتقد بوجود الله. كاين هناك أديان كثيرة قديمة وأرضية وسماوية تؤمن بلا إله إلا الله، لكن لا تؤمن بأن محمد رسول الله. طبعا هذا ركن عند ناقص وناقص جدا وغير مقبول، لابد أن نستكمل هذا الركن، وهو أن تقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، وأن محمد رسول الله تلقى من عند الله، وكل ما جاء به وحي من السماء ووجب اتباعه واتخاذه قدوة وأسوة. ثم أشار إلى الركن الثاني من أركان الدين، قال وتقيم الصلاة. فالصلاة ماشي مجرد عبادة هي اختيارية، هي واجب من الواجبات الآكدة. إقامتها ماشي غير أداؤها، لم يقل أداء الصلاة، قال إقامة الصلاة، بمعنى أن تؤديها في وقتها مع الجماعة، وأن تحسن وضوءها وتحسن قراءتها وتحسن ركوعها وسجودها، وتحصل فيها الخشوع، وتكون خالصا لوجه الله، هاتك تكون الصلاة قد أقمتها. هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم قال له وأن تؤتي الزكاة. الزكاة أيضا مش غير إحسان أو إنسان يتطوع في الأداء، لا، هي واجب من الواجبات على كل مسلم غني امتلك المال وبلغ النصاب ومر عليه الحول وكان خالي من الديون، عليه أن يؤدي الزكاة، تؤخذ من الفقراء لتعطى إلى الأغنياء، تعطيها عن طيب نفس، ما يكونش عندك لا شك ولا ريب ولا من ولا أذى. ثم قال وصيام رمضان. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في كل سنة شهر بالكامل فيه الإمساك عن الطعام، الغاية هي أنه يكون في تزكية للنفوس وتطهير للأبدان من السموم العالقة من الأطعمة طيلة السنة، ونعيد تجديد الإيمان وتجديد البدن وتجديد الفكر وتجديد العلاقات الاجتماعية. فهو ركن من أركان الدين، وهو يكون لوجه الله خالصا، وهو أعظم أركان الدين لأنه في الإخلاص. ثم قال في الختام والركن الخامس وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. من أركان الدين أنه تلبي نداء الله. ربنا عز وجل قال وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. أذن في الناس بالحج، فلما يأتي وقت الحج يستجيب الناس لنداء الله تعالى فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويتوجهون بإحرامهم إلى مكة المكرمة لأداء المناسك. لمن استطاع إليه سبيلا، تكون عنده القدرة البدنية وعنده الزاد وعنده التقوى. فهذه أركان الإسلام الخمسة، هي بديهيات يعلمها كل مسلم. فالإسلام بهذا المعنى هي أول مرتبة في الدين، وهو الحد الأدنى الجامع بين المسلمين، لا يحق لأحد أن ينساه أو يغفل عنه، يقول لك هذا مثقف وهذا أمي وهذا عمي وهذا في المدينة والآخر في البادية، أو يقول لك هذا أعجمي كاين في دول آسيوية وإفريقيا. لا، كل من دخل إلى الدين لا بد أن يتعرف على هذه الأصول الستة، وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة سوف نتحدث عن كل ركن بتفصيل دقيق. بعد ذلك تعجب سيدنا عمر أن هذا الغريب يسأل النبي الكريم وهو يقول له صدقت، يسأله ويصدقه، وكأن هذا الغريب عنده المعلومات وعنده المعرفة. فسأل السؤال الثاني، قال له يا محمد حدثني عن الإيمان. الإيمان يشمل الدين كله، الأصل أن الإيمان هو كل شيء، كل أوامر الله ونواهيه تسمى إيمانا. لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الكلام قصد به النبي الكريم أن يبين أصول الإيمان، هذه أصول يرجع إليها حقيقة الإيمان، وهي ستة أصول. الأصل الأول أن تؤمن بالله، قال لأول أصل وهو الإيمان بالله. اللي ما عندوش الإيمان بالله تعالى هذا لا إيمان له. وسبحان الله العظيم، حتى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله لك يقول لك لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع، هؤلاء ملكة كل الشدة والكرب والخطر، كلهم يقولون لا إله إلا الله ويرجعون إلى الله. أكبر ملحد في التاريخ جون بول سارتر زعيم الوجودية، لما حضرته الوفاة وتحلق حوله مريدوه من الملاحدة قال لهم ائتوني بقسيس يقرأ علي صلوات الندم. فقالوا له أيها الفيلسوف الكبير جون بول سارتر، كيف تعتقد في القسيس؟ قال إن استطعت أن أخدع الناس كلهم لن أستطيع أن أخدع نفسي، إن هناك حاجة في نفسي تقول لي أنه هناك إله. فأول ركن من أركان الإيمان أنك تؤمن بالله. طبعا الإله يختلف في منظور الأديان، الهندوس يعبدون إله، والزرادشت يعبدون إله، كما أن اليهود والنصارى يعبدون إله، ولكن تصورهم للألوهية فيه خلل. لهذا إن شاء الله هنتكلم فيما بعد دروس حول حقيقة الإله الله جل جلاله في المنظور الإسلامي من القرآن والسنة، نصحح المفاهيم الخاطئة المتداولة عند بقية الأديان، والتي ربنا عز وجل بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم تصحيح الأخطاء السابقة. فنحن أول ركن من أركان الإيمان نؤمن بالله، أن الله تعالى هو ربنا، هو إلهنا، وهو معبودنا الحق، وأن الخلائق كلهم معبودين، جميع المخلوقات معبودة لله. الله تعالى هو الخلاق العليم، الله تعالى يتمتع بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ما يخطر على بالك، الرحمن، الرحيم، الكريم، الجواد، العظيم، الجبار، اللطيف، كل ما يخطر على بالك أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله تعالى لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له، منزه عن العبث، لا زوجة له ولا ولد، ولا يحتويه زمان ولا مكان، وأول قبل الوجود وآخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود، ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلباء، ورحيم بالعباد. لابد أن نؤمن بالله عز وجل. الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة. الله تعالى سخر ملائكة يقومون بتنفيذ أوامره ويقومون بطاعته. هؤلاء الملائكة خلقهم الله تعالى من النور، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من النور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. سيدنا آدم خلق من التراب، والتراب هو أدنى شيء، ما عنده قيمة التراب، النور أفضل من التراب والنار أفضل من التراب، لكن آدم أعطى الله القيمة العظيمة لأن الله نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه كل شيء، فصار آدم هو خير خلق الله. فالملائكة هم أجسام نورانية لا تأكل لا تشرب لا تنام، وظيفتها أنها تنفذ أوامر الله وتعبده وتظل تسبحه وتحمده وتشكره في كل وقت وحين. وفي البيت المعمور، هناك البيت المعمور اللي هو يوجد مباشرة تحت فوق الكعبة المشرفة في السماوات العلى، أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يطوف حول البيت المعمور ويدخل إليه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك كل يوم يطوفون حول البيت المعمور عبادة لله، كما يقع الآن في مكة المكرمة. حتى ولو أن الحج الآن توقف هذه السنة أو العمرة، ريتما إن شاء الله يتم رفع هذه الحالة، ولكن في السماء هناك العبادة مستمرة، ربنا عز وجل يعبد. إذا لم يستعملنا الآن وسلط علينا هذا الفيروس كورونا، ولكن الله يعبد في كل وقت وحين وفي السماء. هؤلاء الملائكة 70,000 ملك كل يوم
يعبدون الله تعالى ويطوفون حول البيت ولا يعودون إلى الظهر. ولكم أن تتصوروا عدد الملائكة من يوم خلق الله الوجود ملايين أو ملايير السنين الضوئية، كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ملك، فإذا دخلوا إليه لا يعودون أبدا سائر الظهر. لكم أن تتخيلوا كم عدد هؤلاء الملائكة، وكلهم في طاعة الله وتنفيذ أوامره. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن صفات من الملائكة، نذكر منهم بإيجاز. أولهم جبرائيل عليه السلام، لكي تسمى السفير بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه، وهو أفضل الملائكة. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر، ومنهم مالك لوخازن النار الذي قال فيه الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. مخيف هذا مالك، مخيف، حتى إن النبي الكريم رآه في الإسراء والمعراج قال: يا جبريل من هذا الذي لا يكاد يضحك ولا يبتسم؟ قال: هذا مالك خازن النار والعياذ بالله. ومن الملائكة كيتسموا الحفظة الموكلون بنا وبأعمالنا. الحفظة هم معروفين في عندنا في حياتنا، قال فيهم الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء كيتسموا الحفظة. كل واحد منا راه معاه جوج ملائكة، عن اليمين وعن الشمال قاعد. وكاين ملائكة أخرين اللي هم معروفين ومحبوبين، هم الملائكة السياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، كيقلبوا على أي مجلس يذكر فيه اسم الله أو يصلى فيه على رسول الله، فيجلسون مع الذاكرين ويتحلقون حولهم. وهؤلاء يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلام صلاة أمته إليه، وهم بلا عد ولا حصر. ثم بين النبي الكريم لجبريل عليه السلام الركن الثالث من أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ما معنى الكتب؟ هي الكتب المنزلة على الأنبياء. الله عز وجل أنزل أكثر من 100 كتاب في تاريخ البشرية للأنبياء، منهم من أوصلها إلى 104 كتب وضاعت جميعها، لم يتبقى منها إلا التوراة المنسوب إلى سيدنا موسى الآن هو عند اليهود، والإنجيل الكتاب المقدس الآن المنسوب إلى سيدنا عيسى هو الآن عند النصارى، وكان هناك الزبور المنسوب لسيدنا داود ضاع، وصحف إبراهيم اللي كانت عند سيدنا إبراهيم الخليل ضاعت، ولم يتبقى صحيحا إلا القرآن. القرآن الكريم أفضلها. ربنا عز وجل قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. جميع الأنبياء أعطاهم الله الكتاب، والكتاب في ميزان، في شريعة، في قانون. وكل الكتب ضاعت ولم يتبقى للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ثم قال جبريل: ما هو الركن الرابع؟ قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. أننا نؤمن برسل الله جميعا، وأول رسل الله هو آدم، كان نبي رسول في نفس الوقت، وأول واحد من ذرية آدم بعثه الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك ودبت الوثنية والفساد، هو سيدنا نوح عليه السلام، أول الأنبياء. ثم استمرت الأنبياء بوفرة بأعداد كثيرة، أكثر من 125,000 نبي، وكان خاتمهم وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال له الركن الخامس من أركان الدين، قال: أن تؤمن باليوم الآخر. بمعنى أن الإنسان يؤمن أن الحياة الدنيا زائلة وفانية، هي دار فناء، ولكن ينتظرنا دار بقاء، هي الدار الآخرة. فالمؤمن يؤمن بأن هناك الموت وهناك البعث وهناك الجزاء والحساب وهناك الميزان وهناك المرور على الصراط، ثم هناك جنة أو نار. فلا بد أن يؤمن الإنسان بأن الحياة الدنيا قصيرة جدا، هي ليست دارة مقام، هي كن في الدنيا كأنك غريب،
كان يقولها النبي الكريم لعبد الله بن عمر، وكان يستعد للدار الآخرة لأنها هي الدار الحقيقية فيها الخلود الأبدي. ثم ذكر له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الركن السادس من أركان الإيمان وهو القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فالله تعالى خلق القدر وقضى كل شيء، وكل شيء عنده بحسبان، وكل شيء عنده بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قد يقول قائل: كيف يمكن أن كل شيء مكتوب في الكتاب؟ لا يمكن، لكن ربنا يقول إن ذلك على الله يسير. بعض الناس لما تصيبهم مصيبة أو تصيبهم شدة يقول: من أين لي هذا؟ من عند الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء بقدر الله تعالى، وربنا عز وجل سبق علمه بكل الحوادث، ما يقع لنا وما سوف يقع لنا معلوم سلفا عند الله ومكتوب ومسطر. كل حاجة تقع صغيرة أو كبيرة، فيها خير أو فيها شر، مكتوبة عند الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الكتاب كتب اللي فيه القدر 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فكل مؤمن لابد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الأعمال كلها هي من عند الله أحصاها وكتبها، ما يكون في الأرض وما يكون في السماء وما يحصل من مصائب وأهل الجنة وأهل النار وعذاب أهل القبور، كل شيء مكتوب عند الله. ومراتب القدر كما حددها العلماء 4، هي العلم والكتابة والخلق والإيجاد والمشيئة. فالله علم كل شيء، والله كتب كل شيء، والله خلق كل شيء، والله أوجد كل شيء، والمشيئة ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ثم قال له: يا محمد، خبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أيها الأحباب الكرام هو مراتب كثيرة. لما نرجع إلى القرآن والسنة نجد بأن لفظ الإحسان يدل على معان 3: على إحسان العمل وإتقانه وإصلاحه، إتقان العمل وإحسانه، وأيضا الإحسان إلى الناس كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائر الخلق. ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا أعلى المراتب، أعلى المراتب وأعلى الدرجات، أن تعبد الله كأنك تشاهده، حتى تكون في عبادة على غاية الاستعداد والإحسان، كأنك تشاهد ربك. فإذا ضعفت عن هذا فاعمل، اعلم أن الله تعالى هو ربك يشاهدك. اللي ما قدرش يستحضر بأنه يشاهد الله فاستحضر أن الله يشاهدك، وأنك بعينيه، وأنك بمرآه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ربنا كان يرى سيدنا النبي يقوم الليل ويتألم ويتقلب، فقال له سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى مرتبة الإحسان هي المرتبة العليا. فمجموع هذه الدلالات يعطينا مواصفات المؤمن الصالح، المؤمن الصالح في نفسه وفي عقيدته وفي خلقه وتعامله، لا بد أن يستكمل هذه المراتب 3: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال جبريل: يا محمد، أخبرني عن الساعة. هنا سوف ينتقل للحديث عن مظاهر يوم القيامة. قال له: متى تقوم الساعة؟ ومتى يموت الناس؟ ومتى يبعث الله الخلق؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان جوابه؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا ما أعلمها وأنت أيضا لا تعلمها،
وكلنا جميعا لا يعلمها ولا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله وحده الذي يعلم متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فانتقل جبريل إلى سؤال آخر، قال يا محمد وأخبرني عن أماراتها. إلا ما عرفتش متى غيكون الساعة بالتدقيق يوم القيامة بالتفصيل، اذكر لي العلامات على القيامة، ما هي علامتها؟ فأخبره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمجموعة من العلامات، اذكر لي علامات عامة وعلامات خاصة. من بينها علامات التي وقعت في عهد النبي الكريم وبعد عهده، أولها أن تلد الأمة ربتها. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ يعني السيد يستولد رقيقته، رجل سيد عنده مال وفير وعنده حضوة وجاه وتزوج مع واحد الأمة من العبيد، ثم حبلت وأنجبت له بنية، وذيك البنت صارت عزيزة عليه من اللي كبرت، صارت بنت السيد، لكن الأمة لا تزال أمة. فالأمة تلد ربتها، كتعود سيدتها، وإلى ما تبها كتولدها. فهذا كان في عهد الجاهلية واستمر في عهد النبي الكريم، وكان قليل، لكن بعد أن وقعت الفتوحات في الأمة الإسلامية وكثر الرقيق وكثرت الجواري، وبدأ بعض الناس يحبون الدنيا ويحبون امتلاك اليمين ما ملكت أيمانكم، فصاروا يقومون بهذا الأمر، الرجل يتزوج مع الإماء ويلد منهن، ومن ثم تصبح أبناؤه من ذكور وإناث هم سادة الأم. ثم قال هكذا الحفاة العراة العالة، أن ترى الحفاة العالة يتطاولون في البنيان. شكون هما؟ هما العرب اللي هما غالب العرب يكونوا في البادية، أنهم حفاة عراة فقراء، لكن الله تعالى فيما بعد أكرمهم بهذا الدين، ولما أكرموا بهذا الدين صاروا ملوك الناس، صاروا أسياد الناس، صاروا عندهم أموال طائلة وعندهم خيرات كثيرة، فبدأوا يتطاولون في البنيان ويتفاخرون أطول بناية وأطول برج، يبنون البنايات العظيمة ويتفاخرون بها. أن ترى الحفاة العراة عالة الشاة، يعني كانوا غير رعاة غنم، يتطاولون في البنيان. هكذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه هذه المبادئ. وهذا الحديث النبوي الشريف في عدة فوائد. في أولا آداب طلب العلم، فسيدنا جبريل بدأ يعلم سيدنا النبي، يسأله ويجيبه، وكيعطينا منظومة للتعليم. لابد أن يكون هناك آداب في طلب العلم، طالب العلم لابد أن يحسن الجلوس بين يدي العالم، وأن يكون في هيئة متواضعة، وأن لا يسيء الأدب مع أستاذه أو شيخه، وأن يراعي التجمل. سيدنا جبرائيل جاء شديد سواد الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، راعى التجمل والثياب الحسن والنظافة. فمجلس العلم، العلماء وطلبة العلم لابد أن يحافظوا على نظافتهم وتجملهم، ويحافظوا على الأداب الأخلاقية من تواضع، ويكون هناك حلم بين السائل وبين الأستاذ، وأن نتجاوز التعظيم والتكريم. ومن أدابه أن إذا سئل الإنسان يقول فيما لا يعلم لا أعلم، فالله هو علام الغيوب. هكذا بين جبريل عليه السلام في هذا الحديث حقيقة الدين وأصول الدين. أصول الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان وترقب للساعة. فمن أراد أن يفهم الإسلام ككل والدين ككل لابد أن لا يغفل عن بعض هذه الأمور، لابد أن يستكمل دينه عن طريق استكمال أركان الإسلام الخمسة، ثم أركان الإيمان الستة، ثم يحقق درجة الإحسان، ثم أنه يترقب الساعة ويعلم بأنها قد تكون قريبة. وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، ويفقهنا في ديننا، ويعلمنا ما ينفعنا. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.